السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الإكسرسايز دوت عايزين نرسم حاجة زي كده باي انتويشن بسرعة كده. شايفين هنا دالة لينير بتمر بالأوريجين، هنا زيروز وهنا سيبها دلوقتي ماشي، هنا وانز، هنا ممكن نعتبرها وانز مضروبة في نيجاتيف نص. تمام. عايزين كآخر ابلكيشن ان شاء الله نرسم حاجة زي كده، وان شاء الله عز وجل تكون سهلة. نيجي هنا الام فايل بتاعنا كومنت، تمام. اول حاجه هنشوف الفتره بتاعتنا الاولانيه اللي هي كانت من -1 لزيرو. تمام، مفيش اي مشاكل. هنقول تي واحد بتساوي من -1. اول حاجه قبل ما كده نعرف الستيب، الدلتا تي تكون مثلا هتساوي 5 من 100. تمام، من -1 بالدلتا دي الستيب بتاعتنا ل -دلتا تي. مش عايزين نوصل للصفر دلوقتي عشان يعني نستخدمه في اللي بعدها. انت عارفين يعني مثلا ايه اكبر اقل من او يساوي الصفر عند او التي اقل من او يساوي الصفر والتي اكبر من الصفر، ما جبناش يساوي في الحالتين، فعشان كده عملنا نيجاتيف دلتا تي. تمام، الفانكشن الاولانيه كانت هي عباره عن داله لينير بتمر بالاوريجين. هي طبعا توفير الوقت مش لسه هنحسب قيمتها، هنعتمد اي حاجه. طبعا الاكس واحد هتساوي ولك 5 مثلا في التي، ادي اكس واحد خلاص. تمام، التي اتنين هيساوي، هنعمل بس فاصل كده بسيط، من هنا ممكن نحط الزيرو، من الزيرو الستيب بتاعتنا دلتا تي الى الواحد. الاكس اتنين بيساوي زيروز احنا طبعا عارفين ان احنا هنا بنحط الري، يعني احنا كنا مثلا قبل كده عملنا من 1 لتقريبا 49. طب دلوقتي انا مش عارف احط كام، يعني هريح نفسي خالص اول سايز اوف، اسف سايز خبطت في حاجه تانية، سايز اوف تي 2 بكل بساطه كده. ايوه بكل بساطه كده. نيجي للتي 3 اللي هي كانت احنا هنا خدنا من 1 1. تمام خلاص، يبقى 1 بلس دي تي، وبعدين دي تي وهينتهي عند الواحد ونص. تمام كده. تمام، هنا الاكس 3 هتساوي 1 size of تي 3، بس ما كانتش كده بالظبط، كانت مضروبه في نيجاتيف هاف، نيجاتيف 0.5. تمام كده. وبعدين اخر واحده تي 4، احنا قلنا 1.5 يبقى المره دي 1.5 بلس دي تي، الستيب بتاعتنا دي تي الاند فال 2.5. تمام، هي يعني مش هتفرق السيمي كولون، بس يعني الواحد متعود على السنتكس بتاع السي. تي 4 بعدين اكس 4 تساوي 1 سايز اوف تاني سايز اوف تي 4. وبعد كده هنعمل تي كبيرة، الري كبيرة
بتضم تي واحد تي اتنين تي تلاتة تي أربعة و إكس كبيرة برضو بتضم الإكس واحد الإكس اتنين الإكس تلاتة إكس أربعة. طبعا دي array، الاتنين دولت عبارة عن array بكل بساطة. plot التي فاصلة إكس، نشوف الـ output. في error 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 إكس عندنا في تي خمسة تي مش تمام، آسف جدا آسف جدا، خمسة تي ون. ورن برضو تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. سايز اوف، انا مصر على سايز اوف مش عارف ليه. بسم الله، ايرور تالت رابع خامس. انا معتذر عن الخطأ، كان بس شوية فاصلات ديت كنت نسيتها، وعملت هنا اكس خمسة و عملت شوية اوبتمايزيشن، عملت هنا تي واحد زائد واحد عشان يبقى زي الشكل اللي احنا كنا شفناه في الاول بالظبط. طبعا هو بس تغيير بسيط. نعمل run للكود ونشوف زي ما احنا شايفين كده. ادي الجزء الاولاني، هحاول اوضحها اصغرها شوية. كويس جدا كده تمام. ادي الجزء الاولاني، الاكس واحد يساوي نص، وهنا التي واحد زائد واحد. طبعا هنا عملنا النص، ادي هنا مضروبه في النص، وعملنا شيفت بالنسبه في الاكس اكسس مقداره سالب واحد، ف يعني تي بيساوي واحد بيساوي سالب واحد. فطبعا رجعت ورا شويه هنا عند النقطه دي كده تمام. دي السيجنال الاولانيه. السيجنال الثانيه اللي هي زيروز، مفيش اي مشاكل. ادي زيروز اهي سايز اوف تي اتنين، وبعد كده وانز مضروبه في السالب نص عشان تبقى نيجاتيف كده، ده احنا شايفينها دي السالب نص. بعد كده اكس اوف 4 اللي هي وانز، زي ما احنا شايفين ادي وانز فوق خالص اهي عند ال 1، والساس بتاعها زي ما احنا شايفين 2.5 تقريبا، هي واقفه لحد هنا بس، هي لو شايفته هو الخط الازرق هو اخره لحد هنا 2.5 فعلا. وبعدين جه معانا التايم عباره عن اري بالتلاء بالاربعه تايم، وهنا برضو السيجنال الكبيره اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 زائد اكس 4، يعني دي السيجنال النهائي. وعملنا بلوت تي والاكس، وده ان شاء الله كان اخر اكسرسايز معانا واخر فيديو في الكورس البسيط دوت. يعني ارجو تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله، وانا بعتذر الاخطاء الكتير. هو كان كورس ارتجالي شويه، يعني ما كانش فيه تحضير للاسف عشان كان ظروف معينه، وكان يعني بعتذر عن تلعثم في الكلام كتير وتوتر بس بسيط كده، يعني من اول مره اصور الصراحه على اليوتيوب. أرجو تكونوا استفدتوا إن شاء الله عز وجل، وربنا يكرمكم ويوفقكم، ويكون إن شاء الله الكورس ده مقدمة ليكم لحاجات أدفانسد بعد كده. طبعا الماتلاب إحنا ما قدرناش نغطي كل حاجة فيه، عشان الماتلاب ده حرفيا بحر، في يعني في سيمولينك تول بوكس، في الروبوتكس، في سيمولينك وفي روبوتكس تول بوكس، وفي الديجيتال سيجنال بروسيسنج تول بوكس، وفي حاجات كتير جدا يعني المختلفة في المجالات. فطبعا ما حدش بيستخدم الماتلاب وعارف فيه كل حاجه حرفيا، لا هو تول بوكسز لكل ناس في بروفيشن معين بيستخدموها عشان يقدروا الوظيفه بتاعتهم. يعني طبعا ده كان اللي احنا استخدمناه كل ده كان تبع دي اس بي، ديجيتال سيجنال بروسيسنج، بس اعتقد برضه كان هو كان مفيد جدا ان شاء الله، يعني ويدخلك بعد كده ازاي تعرف ترسم الدوال المختلفة والكلام ده. لو حبيت تتعلم اي تول بوكس او كده غيره ان شاء الله، يعني ان شاء الله ممكن استفدت لو حتى 1% دي بحاجة كويسة جدا، نكون مبسوطين ان شاء الله يعني جدا. حتى لو اي حد استفاد حتى 2% 3% يعني ان شاء الله حاجة مفيدة تبسط الواحد جدا يعني. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.